نظم نشطاء من مجموعة أنونيمس لقرصنة المواقع على شبكات الإنترنت احتجاجات في العديد من دول العالم تحت عنوان مسيرة المليون قناع لإحياء ذكرى 5 نوفمبر التي ألقي فيها القبض على غاي فوكس أحد أعضاء مؤامرة البارود التي سعت لتفجير مبنى البرلمان البريطاني في القرن 17. أحاول مساعدة الأمريكيين حتى يستفيقوا قليلا ويعلموا أنها حياتنا، أنه عالمنا الذي نستطيع أن نفعل فيه ما نريد، نستطيع أن نجعله مكانا أفضل إذا اخترنا ذلك وعملنا سويا. ورفع المتظاهرون الشعارات المختلفة كتلك الرافضة لعمليات المراقبة والتجسس التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في حق المواطنين، فضلا عن أخرى مطالبة بمكافحة الفساد وتحسين ظروف التعليم.